سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. في الفيديو البنات بغيت نشارك معكم المشتريات اللي درتهم للمنزل، وبيان سور نشارككم التغييرات اللي درت بهم. اول حاجه غادي نصاوب القهوه ديالي اللي من دي اكس ان، راني قلت لكم كنشرب القهوه ديالي دي اكس ان، شاركتها معكم. انا كندير لها السكر البنات، باقي ما ولفتش نشرب القهوه ولا سكر. ويلاه دابا نبداو الفيديو. فوالا البنات، غادي نشارك معكم القلوع اللي خديت ديال الطبله باش نبدل هادو، حيت هادو بالكري والكحل ما جايينش مع الصالون. اون بليس غير درناهم بحال قلتو مؤقتا، ودرنا وحدين اللي خفاف حتى هما، غير قلوعه ماشي لي ناب. ولكن ديال ديما يعني ديال تاكلو فوقهم، ما تخافوش يتوسخوا، ماشي حتى لي ناب اغلبيه كنديروهم فاش كيكونوا الضياف. فوالا اللي هما هادو، هاد لا كولور. نشوف كيفاش الصالون غادي يجي، الشونجمون اللي غادي يكون. فوالا البنات، وانا كنتسنى قهيوتي تبرد البنات. شوفوا التغيير بدا كيبان هكا، هاد اللون الفاتح جا زوين بلوس كو هذا. شوفوا هذا مع هنا ومع الفراش حسن من هذا. انا ندور لهذا الاخر، نحيد بعدا القهوه ديالي. جاو معاهم هادو، هذا جاو معاه هادو، وهذاك الاخر حيت كان معلق ما عطانيش ديالو. حيت صراحه لقيتهم في الكا، لقيتهم في الصفده، ولا الاخرى ما كيبغيش فيها، يعني ما كنظنش غيكون جوج عليا ديال جوج شوكولات هكدا. فوالا شوفو، شوفو البنات، هادو درتهم بحال هكا، بلاص ما يكونوا بحال هكا درتهم هكا، ما عرفتش جاوني غيكونوا زوينين بحال هكا، عجبوني بهكا اكثر. فوالا كان هذا اول حاجه درتها باش ندير شونجمون صغير في هذا الصالون. وندوزو للكوزينه، نوريكم شنو خديت الكوزينه البنات. جلس حتى بغيت نصور هو يقول لي راسو خسر، مي واخا هكا كنصور لكم. شوفوا اول حاجه خديتها هي هاد البوكس ديال الماكله، ديال لانش بوكس اللي كناخد معايا للخدمه، زعما باش ناخد معايا شي حاجه للخدمه. فيها هاد البارتي هذا، وفيها هنايا موس، فيها موس، وهنا اللي ضربت الكاميرا، فيها موس وفرشيط. المهم هادشي كان هكا باش يتصاوب، وفيهم هادي اللي كتقسم الا بغيتو تحطو شي حاجه. شفتي هاد اللعيبه كاينه هنايا، الا بغيتو تقسمو تحطو شي حاجه هنا وشي حاجه. واللون ديالها اختاريت هاد اللون، وهنايا خديت انا البنات بديت الزاويه على ود اضاءه. شوفوا خديت هاد عرقسوس، صراحه الله حليتو فيه هادو، انا خد منه وحيد. هذا خديته البنات، خديته على ود واحد الوصفه شاركها معكم.
ولكن خاصو يتطحن، ما عرفتش كيفاش غنطحنو. غنشوف الوالده ديالي عندها واحد الماكينه كتطحن بحال هادشي اللي قاصح، وغنشوف الا تقدر تطحن ليا بحال هاد العيبات. وغادي ندير بيه معاكم احسن وصفه غتشكروني عليها. تمجهيد بنات القلوعه، ما قلت لكم الاثمنه 50 درهم 50 درهم الواحد، هادو خديتها ب 10 دراهم. اي حاجه نشارك معكم خديتها لانه كانت خاصانه. هادي فيها هاد اللعيبه بعدا عاليه، حتى الا بغيتي تحيدي الماء تحيديه، داك الماء اللي كيتجمع هنايا جمع بحال هكا. والقياس هنا هادي خديتها ب 120 درهم البنات، بلاستيك ولكن عرفتو قاصحه، قالك ديال طوكيو على ما قال هو. دابا غادي نبدل الزاويه ديال، غادي نبدل هادو من بلايصهم، نبدل هذيك القديمه بالجديده. شفتوا البنات هادي هي اللي كانت في الاول، هادي راه مغبره شويه، غادي نحيدها باش نغسلها ونردها نقول لكم اش غندير فيها. غندير بحال هكا، نحيد هادي وندير هادي هنا، ما عرفتش واش نديرها بحال هكا ولا نديرها بحال هكا. شبان لكم البنات؟ انا دايره عرق سوس فمي كنهضر. عرفتوا مع دابا كنصور بالفلاش حيت ما كاينش سميتو، ولاو كيبانوا كاع دوك لي كوان فيهم شويه الغبره ولا شي حاجه. هاد الكوزينه البنات راه هكا دايره، هي هكا جينا ليها، باقي ما بدلناش ليها هاد الفلاس هادي ديال سميتو. يلا لي شونجمون اللي دايرين فيها هو هاد شويه الفوقاني والصباغه والبلاكارات صافي. يلا هادي البنات اللي كاينه هنايا، هادي غادي نجيب لها هذاك القلع اللي كان في الصالون وحيتو غنديرو هنايا. وغادي تشوفوا الديكور اللي غيعطي، حيت هنا كاين الكري، كاين الكري وكاين في البوطه وكاين في بزاف ديال، وكاين في البلاكار اللي وريتكم عاد دابا، فغادي يبان زوين. ها هي البنات صوبتها، شفتوا كي جات معاها هاد الكري، جات زوينه بينه زوينه. هاد الترموس البنات زوين كيشد الحراره، البنات اللي خدامات وتيبغيو باش اتاي ولا القهوه تبقى ليهم في الترموس ياخذوا بحال هذا، سينو ياخذوا بحال هذا. كنجيب الحاجه باش بلا ما نطول عليكم نقول لكم انا غادا نجيبها وداك الشيء. هذه تقشرات شويه غير حيت مع جاطيلو هذا، غادي دايره شي 120 درهم. هذا داير، هذه راه ديالو باش كيتسمت، هذا داير شنو نقول لكم، هذا داير شي 600 ريال 700 ريال، راه كان غير ب 20 درهم، بقاو كيزيدوا فيه يزيدوا فيه يزيدوا فيه، حيت صدق هو اكثر واحد كيصبر. فوالا الفاينل لوك ديال الطبيله، ساليت من هذا الكوتي، دابا ندوز للجهه الاخرى. عرفتي البنات كنحس بحال دايره الشمعه، حيت عرفت كيف بحال دايره شي شمعه وخدامه بها هي هذه. راه البوله دابا شاعله ولكن ما بغاتش تشعل ليا، بقات تما هكا كتسير. صافي البنات بقى هذه هي لابارتي الاخيره. ايوا انا البنات غسلتها ومسحتها، وهذا الشيء علاش باغا نديرها هو باش نوريكم. باغيه نديرها البصله والبطاطا، نتوما نورمالمون ما خصهمش يتخلطوا مع بعضياتهم، ولكن ما عنديش كيفاش ندير لهم. البطاطا خسرات شويه، داكشي علاش ما خصهاش تخلط باش تبقى. شوفوا هادي كي دايره دي صافي، غندير هاد الصغيره كتعجبني، كتستعملها على قد قياسك ماشي بحال. دابا البنات غادي نديرها لتحت ديال البوطاجي ديال بلون دو طرافاي، غنديرها لتحت ديالو باش تبقى تما الوقت اللي بغينا شي حاجه نهزوها. جيت البنات باش ندير معكم واحد سكراب ديال اللبس ديال الشفاه. هنايا عندي سكر سنيدة، وغادي ندير معاه زيت جوز الهند اللي هو ديال الكوك. فوالا ناخذ معلقه تقريبا، شوفوا زيت الكوك البنات هكا باش كتعرفوا بلي راه بلي زعما طبيعي اصلي كما كيقولوا. فوالا انا غنحاول نذوبو هنايا مع السكر، مع السكر هكا نورمالمون هكا. شوفوا البنات واخا كيجي جامد زيت الكوك، هانتوما شوفوا واحد النميله مسكينه
درتها في القوماج مشتاش. شوفوا كيجي بحال هكا. ملي كتبداو تفركوا به الشفاه ديالكم كيسخن وكيولي ديك الساعات زيت. وحتى ملي كتبغيو تحتفظوا به فشي حاجه فاش كيشط لكم كتقدروا تحتفظوا به. اما الا كان زيت بزاف السكر كيدوب، ديك الساعه اللي دالي درتو كتذوب. انا كنفضل زعما ديروه بزيت الكوك. فوالا، بغيتو تزيدوا عليه شويه ديال العكر الفاسي باش يعطيكم داك اللون الاحمر صافا. ما بغيتوش خليوه، انا ما غاديش نديرو، انا خديته ديجا. شوفوا فاش بديت كنحك به الشفاه ديالي بدا كيولي زيت. هنا البنات غنبان لكم، عرفتي كيدخل ليا الفم حلو. هذا راه تقدروا زعما عادي كترطبو. بغيت نقول الاضاءه دابا راه حيدت الفلاشه البنات. كيوليو حمرين البنات ملي كتقشروهم، كيوليو حمرين غير كيبانوش كانوا غوز. اما الا زدتو ليهم العكر الفاسي كيولي كيصبغ فيهم. ديجا كيبقى ليكم مده طويله حيت مع التقشير كتكون ديك الجلده رقيقه. خديت البنات هذا كتشوفوا قدامكم بزيت الارغان، شتي كيخلي الفم غوز. ما عرفتش كيفاش الغوز ملي يمكن حيت ما كايناش الاضاءه ديما فاش ما كتخرجش كيتبدل اللون. هذا هو الفيديو البنات، شاركت معكم مقشر ديال الشفاه ديال الله النعومه، مقشر ديال الشفاه المفضل اللي عندي اللي كنصاوب. شاركت معكم مشترياتي والتغييرات اللي درت بهم. كان هذا فيديو عفوي، نتمنى يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى.